ومن هنا تستثار أسئلة مهمة وتتشكل علامات استفهام مبهمة. هل كانت عبقرية علي إسماعيل الموسيقية مزاج خورة؟ نقعد نرتاح؟ لا لا حنكمل، لا حنكمل أسد العايشة. أم أنها كانت وليدة فكر ثوري جديد أحاط بكافة مجالات الإبداع الفني في هذه الحقبة التاريخية من شعب مصر؟ أم تراها احتياج وطني صرف واكب الاحتياج الشعبي الشديد نحو التغيير والتعبير عن نفسه؟ إن الزمن لكفيل بالإجابة على هذه الأسئلة ومتناقضاتها، وهو كفيل أيضا بأن يجلو الصورة الحقيقية عن صدق مشاعر فنان رحل بعد أن هز أركان الشعور القومي بالوحدة والتحرر. هننده كلنا نده فلاح لإخواته سعد الري، حاكم أرضنا ملكنا كلنا للسد العاجب جاي. هننده كلنا نده فلاح لإخواته سعد الري، حاكم أرضنا ملكنا كلنا للسد العاجب. ننده كلنا نبهى وليا افتح افتح افتح، كلنا ننده نبهى وليا افتح افتح افتح، ننده كلنا نبهى وليا افتح افتح افتح، كلنا ننده نبهى وليا افتح افتح افتح. افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل وورد الصحرايا. افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل وورد الصحرايا. حلمي يا ابو الليل متذوق ليلة سهرنا ونورنا بالمبدأ، فيه ناس تقول في الصباح حلمنا والله خير، واحنا الصباح يجي يلاقي الحلم متحقق. وقد كان الحلم القومي الصادر غالبا على انفعالات الشعب المصري الفرح بالثورة وانتصاراتها، فجاءت أغانيه صاخبة مضوية مليئة بالأحداث والآمال والأحلام. حول يا ريس حول، حول يا ريس حول، حول يا ريس حول، حول يا ريس حول، حول يا ريس. شارك فيها علي إسماعيل بمزاجه الصاخب المضوي في تحريك آلاته المنطلقة كالمدافع. حولها جداول ومعامل وحياة كاملة، حول وفرش منديلك لاخضر عالرملة، حولها جداول ومعامل وحياة كاملة، حول وفرش منديلك لاخضر عالرملة، حولها جداول ومعامل وحياة كاملة، حول وفرش منديلك لاخضر عالرملة، حولها جداول ومعامل وحياة كاملة، حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة. حول
ناشدا عبد الحليم حافظ ومرح علي اسماعيل وقعت في تناقض تعبيري منتج وغريب، اعاد تشكيل ذهن الانسان العربي وقدرته على تلقي المتناقضات في آن واحد. حول مجرى نزيه، حول على فوق القمر يا حول. حول على فوق زي السد ما طالع على فوق، الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق. حول على فوق زي السد ما طالع على فوق، الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق. حول على فوق زي السد ما طالع على فوق، الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق. الشعب العربي رمى قيود وخرج من الطوب، طالع 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 للقمة وبيزرع فيها الراية. ناد ورايا ناد ورايا ناد ورايا على راس بستان اشتراكية واقفين بالهنود.